أهلا بكم في اقتصاد السوق، وإليكم أخبارنا اليوم. فيما لا تزال قضية سلسلة الرتب والرواتب تراوح مكانها، ارتفع سعر صفيحة البنزين اليوم 100 ليرة فيما استقر سعر المازوت على ما كان عليه الأسبوع الماضي. وبمناسبة الحديث عن النفط وأسعار المحروقات، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط أثر سلباً على المالية العامة في لبنان، ولفت إلى أن الوضع المضطرب في سوريا أدى إلى شلل الحركة السياحية والتجارية، وقال إن البلاد ستواجه تحديات في الفترة المقبلة، منها ارتفاع نسبة العجز المالي في العام 2013 بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن مستوى الدين لا يزال يفوق نسبة 100% من الناتج المحلي. وفيما تضيع فرص لبنان في مهب أزماته السياسية، تبحث الشركات الأمريكية عن أسواق في الشرق الأوسط لتعزيز تجارتها في هذه المنطقة. وطبعا في ظل هذه الأوضاع فأن توجهها لا يكون لبنان، فقد أكد وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية فرانشيسكو سانشيز أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقات شركاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد وصل إجمالي التجارة الثنائية بين أمريكا ودول المجلس إلى نحو مليار دولار مع نهاية عام 2011، وهو مرشح إلى الارتفاع هذا العام. إذا كنتم تريدون أن يتحسن الاقتصاد، وفروا فرص عمل للمرأة. فقد أكدت منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة في صفوف النساء أكبر من نسبتها لدى الرجال. ورأت المديرة التنفيذية في برنامج الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشلي أن المعوقات التي تمنع المرأة عن العمل لا تؤدي إلى تخلفها عن الرجل فحسب، وإنما تؤدي أيضاً إلى تخلف الأداء والنمو الاقتصاديين في العالم. يذكر أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إبطال 13 مليون وظيفة كانت تشغلها النساء. ارتفع سعر الذهب اليوم بشكل طفيف قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 50 دولار و48 سنت، عيار 21 48 دولار و19 سنت، أما عيار 18 41 دولار و31 سنت. بلغت أونصة الذهب 1711 دولار وسنت واحد، كيلو الذهب 55011 دولار و87 سنت. حد عدم التيقن بشأن الميزانية الأمريكية للعام المقبل من مكاسب النفط اليوم، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 24 سنت ووصل إلى 108 دولارات و25 سنت للبرميل، وارتفع سعر الخام الأمريكي سنتين وبلغ 85 دولار و81 سنت للبرميل. هذا كل شيء ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.